السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقه الحصول على شهاده مساق كيف تصبح معلما عن بعد في 24 ساعه اول خطوه وهي الولوج الى موقع جامعه حمدان بن محمد الذكيه ثم نضغط على سجل الان التي بالخانه برتقاليه ثم نلج الى الصفحه المواليه يعني يكفي ان نكتب جامعة حمدان بالمحمد الذكية في جوجل وأطلع لنا الصفحة ثم نسجل عبر الضغط على الخانة البرتقالية سجل الان يعني نقوم بالتسجيل بالبريد الالكتروني ثم نأتي الى هنا في الاسفل في ان نوفو كونت يعني كنقوم بادخال المعلومات ديالنا حتى كنكريو الكونت ديالنا الحساب ديالنا ثم كطلع لنا هاد الصفحه هادي كنضغطو على كيف تصبح معلما عن بعد في 24 ساعه نعم التي في الوسط بالعربيه او الانجليزيه ثم بعد ذلك أه نتعرف على المجزوات التي سوف أه نقوم بدراستها يعني هي هذه مصادر التعلم يعني كتكون مجموعة من المجزوات تقريبا حتى ثلاث الفصل الأول الفصل الثاني الثالث كل فصل كندخلو ليه وكنقراو كت كيكون هنا واحد العلامة زرقاء على أنني أكملت هذا الدرس يعني جميع الخانات التي على اليسار المربعات الصغيرة اللي على اليسار أي درس كندخل ليه وكنقراه وكنتعرف عليه ولا شريط فيديو كتكون واحد العلامة زرقاء يعني أنني كملت هذا أكملت هذا الدرس ثم بعد ذلك ملي كتكمل الفصول بثلاثة الأول والثاني والثالث كنلقى آخر مرحلة وهي التقويم هذا التقويم هذا كيكون عبارة عن أسئلة يعني خاصني نجاوب عليهم هي أسئلة سهلة جدا ومن بعد ذلك كنحصل على الشهادة ديالي يعني يكفي واحد ساعة تقريبا ولا خمسة دقيقة غير يكون حتى تاع التركيز وهو التكوين وهو فهو مفيد جدا للجميع وكيساعدنا على نتعرفوا على مجموعه من التطبيقات اللي كتخلينا نتعاملوا او نعم نتعاملوا مع المتعلمين عن بعد ونشاركهم الدروس ونشاركهم الفيديوهات فهو طريقه فهو تكوين جد مهم جدا ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا